بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الإسماعيلي فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. فريق سموحة نجح في الفوز الصعب أمام المصري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم في استاد برج العرب في إطار منافسات الأسبوع 34 والأخير من بطولة الدوري. فريق إنبي اللي حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد بوتروسبورت في الجولة 34 والأخيرة في مسابقة الدوري العام. رابطة الأندية المحترفة أعلنت فوز حسين الشحات لاعب الأهلي بجائزة لاعب الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري بفضل التصويت، وكتبت صفحة رابطة الأندية على حسابها عبر تويتر: لاعب الجولة 31 هو حسين الشحات، وده كان ليه أداء رائع يقدمه لاعب الأهلي هذا الموسم. نادي المريخ السوداني أعلن تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا جديدا للفريق ولمدة عام واحد، وذلك خلفا للمدير الفني البرازيلي ريكاردو. فريق طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه تعادل مع فريق مولفيدي المجري بنتيجة 2-2 في اللقاء الودي اللي جمعهم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن بشكل رسمي ضم ديكلان رايس نجم خط وسط ويست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونشر نادي أرسنال فيديو للنجم ديكلان رايس بقميص الجانرز. النجم التشيلي أرتورو فيدال انضم بشكل رسمي لصفوف نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي ليواصل مسيرته مع كرة القدم في صفقة مجانية بعدما أنهى عقده مع ناديه السابق فلامينغو بعقد يستمر حتى نهاية عام 2023. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا أدينا.